إنه زمن الانفجارات من خلال العمليات الانتحارية، تكتيك إرهابي من الصعوبة بمكان التصدي له. فكل الإجراءات الأمنية للجيش وحزب الله لم تمنع وقوع انفجار حارة حريك 2، واللبنانيون أصبحوا ينظرون إلى كل سيارة متسائلين هل هي مفخخة أم لا، على وقع اللوائح المعممة للسيارات المشبوهة. العالم خايفه اكيد 90% مضلة منتبهين، بس اللي بده يحط وتفجر بحطها بدون ما ننتبه. الوضع كان مش مثل اول، هلا الوضع كثير سيء. وهكذا بدا تناقل الاخبار عن الموعد الذي تحصل فيه الانفجارات، اما الثلاثاء او الخميس، لتصبح الخاتمه على الشكل التالي: عزيزي اللبناني رح تموت اذا مش الثلاثاء الخميس. الله. ويؤكد مصدر أمني للإم تي في متخصص بمواكبة الشخصيات أن المرحلة المقبلة ستشهد استنفارا أمنيا استثنائيا، كاشفا أن شخصيات من 8 و 14 أذار مستهدفة حاليا. ولفت المصدر إلى أن تفجير العبوات من خلال استخدام جهاز خليوي بدأ العمل على تلافي حصوله عبر اتباع تقنيات جديدة لتعطيل محطات الإرسال الخلوية. وفي تقنيا إمكانية كتير سهلة لأنه متابعة مروره على هذا الخلية وتعطيل الإرسال اللي بتتعلق بالمحطة المعينة، وبعدين إشغالها لما هو بيقطع عن هذا الخلية وبيفوت على خلية تانية وكذا وكذا. وهذا التعطيل بيمنع أنه هذا الشخص ينصاب استخداما جهاز مزروع بقلب العبوة اللي هي مزروعة. بعتقد أنه من بعد الانفجارات اللي حصلت بالضاحية وعلى السفارة الإيرانية عم ببلش يتم هيك شغل، مثلا لما بيكون في مسؤول قد يكون مستهدف بيصير في مراقبة إذا في سيارات مفخخة طبعا، ولكن بيصير في كمان شغل على تعطيل المحطات اللي هي بتأمن الإرسال على كافة الطريق. إذن لمست الأوضاع الخط الأحمر، وتبقى العين على تسوية إقليمية ودولية تمنع دخول البلاد في المجهول.